وينكم هاي سنعولكم والرحمة بابا في قبره اللي نزيد عليكم حتى عارف. أنا مش جيت نعدي في فاكونس، أنا ديما نجي باش نخرى حاشاكم وما نحبش نحكي على الخرع اليوم. علاش؟ معناتها السيتياسيون كرشي ديما معناتها تجي نمشي بليزيور فوا تواليت باغ جور، ما توقعليش أنا في الحق نتاع ربي في بلاد أخرى كما نقولوها مرة في النهار و سافا في الصباح و سي تو با بلوس. هوني هنا شوية قالوا الطقس تبدل، قالوا فعاد، لا مش فعاد، فما حاجة في البيرة سافا با، اش عندنا فيه؟ قلت وين تواليت؟ قال لي تفضل غادي، سكرت الباب وقعدت، فهمت؟ هون واحد يجي وين تواليت وبعد سبحان الله ما فهمتش كيفاش كي تقعد تطير هي شنو توا زبي تاعي واحد نسمع في حس هكا تشافليق. انا ما نحبش نحكي سامحوني، ما نحبش نحكي شافلي انت شنو هذا انت ما بات شيء من القرجي، فهمت؟ قمت زب ورحمة بابا في قبر ونزيد وراس ولادي الكل نقى جيراننا كرابوك الجيران مش جيران جيران استر ربي معناتها واحد طنانت وتدلدل يحسب هاشي دودة ولا زبي كان مانك بلح ورحمة بابا حتى في نقوم، فهمت؟ عندي نارين ما خريتش بالفجعه والله العظيم مش نحبش نحكي على الاخرى عشاكم وعشا ما ناس، فهمت؟ والله عندي نهارين ما خريتش ورحمة باب حتى واحد السب مشيت نهز شي بلاستيك وشديته وخرجته وزب. يا ولدي قلت له فما جيران في التواليت، قال لي حاجه نورمال الزب. شنو هي نورمال الزب؟ الجيران ولا الزب عايش في المحاضات الزب؟ وكانت لا جربوه انا كذبني شرق لي سرمي اش نعملوا الزب؟ يا خويا حتى واحد شيخرا يا رسول الله ما قاش راحتو. انا نحبش نحكي على الخرا، زيدوا سمعوني جيتكم بشهر ربي موضوع كالزب هذا اليوم، فهمتوا ولا؟ اما يلزم نحكي ورحمة بابا في قبره وراس صغار نزيد عليكم حر جيران لقيتها تطل على الزك وستر ربي ما ناكش بالعاد الكرارزي ولا الطنان، معناتها واحد يروح يدير زب ورمه مخزي، فهمت؟ مش معقول الزبني، مش معقول شنو الزبني مالا فاكونس يا خويا يخلق الرب. هيا سالو، هيا بالسلامة على اللطف.